السلام عليكم. اليوم عندنا طريقة صحية هي استخدام العسل الطبيعي مع الحبة السوداء. الحبة السوداء هي بذرة لنبات الحبة السوداء أو زهرة الحبة السوداء، يعني لها فوائد كثيرة للجسم، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا بالأحاديث لما فيها من فوائد لهذا يعني ضد الأمراض. الحبة السوداء شهودة تقربينها، هذه الحبة السوداء هي بذور سوداء اللون صغيرة الحجم، هاي هنا عندنا طبعا هي مطحونة، طحنا جزء والجزء الباقي نطحنه هسه حتى الفيديو لا يطول عليكم. وهاي الحبة السوداء احنا نطحنها هنا بهذه الطريقة، ما نطحنها طحن كثير جدا، يعني بالتالي راح يعني ايضا تنحل داخل العسل، فالفوائد مالتها تنزل، فمو مشكلة، يعني مو الا طحن قوي. هاي الحبة السوداء وهذا العسل، شهودة ممكن تقربين لنا اياه؟ هذا العسل الطبيعي، طبعا هذا العسل طبيعي 100% لانه من المنحل مالتي من البيت، فما بي اي نسبة، يعني حتى النحلة، يعني هو اضافة الى انه عسل طبيعي جدا، حتى النحل يعني ما اخليه ياكل مثلا سكر، يعني بعض النحالين يطعمونه شكر او بعض الاشياء، انا لا ابدا، هو يطلع ياكل من زهرة النبق اللي هي السدر، ومن طلع النخيل، ومن بعض الزهور الاخرى، ويجي هسه هذه هيجي. بابا جيب لك شاي؟ اي حبيبي جيب، عافية، شكرا. هاي هيك تقرب شهودي، طبعا يصير مادة ثخينة القوام جدا، وقد البعض يعني ما يستسيغ طعمها او شيء، ولكن هي ذات فائدة عالية عالية جدا جدا. هاي هنا عندنا اكو بعض الاخوان يسألون على غذاء الملكة. غذاء الملكة هو غذاء نادر كونه قليل جدا، تستخلص النحلات العاملات للملكة فقط، مو لهن كغذاء للنحلات العاملات، لا للملكة فقط. ولكن بالمناسبة يعني قد البعض ما يعرف هاي المعلومة، غذاء الملكة طعمه غير مستساغ، طعمه مطيب، يعني مطيب حيل تماما، يعني هو غالي الثمن ويبيعوه بكميات قليلة جدا بالغرامات، قيمته الغذائية عالية جدا، نسبة التشافي من الأمراض أعلى من العسل، أحسن أيضا يضاف إلى العسل، ولكن للمعلومة أنه طعمه مو طيب. هاي إن شاء الله الخبطة أنا هاي قاعد أسويها الوالدي، الله يطول عمره إن شاء الله، واطلب منكم الدعاء له لان هو مريض، وان شاء الله الله يشافي. انا اسوي له بين فتره وثانيه مثل هاي، كل ما تخلص وجبه اسوي له وجبه، وانصحكم يا اهل عده مريض يسوي هاي الخلطه له. شكرا.